استاذ صلاح عثمان وكيل وزاره التربيه والتعليم بكفر الشيخ القدس. النهارده يعني شفنا معرض للتقويم للنتائج متعدده، شفنا صناعه الطلاب بيعبروا النهارده عن حاجات كتيره، بيعبروا عن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيعبروا عن القدس. انا شايف يعني حاجه جميله، القدس كانه يعني حواليه قفل مغلق، حواليه حصون اسير. راي حضرتك في اللي شفته ايه؟ والله انا عاوز اقول بس الاول يعني انا بشكر السيد موجه عام المجال الصناعي والساده الزملاء الموجهين والموجهات على مستوى الادارات التعليميه. انا موجود النهارده انا والاستاذه وكيله المديريه جايين عشان نتفقد المعرض الجميل ده. شاهدنا النهارده كل شيء جميل، الادارات التعليميه كلها مشتركه في المعرض، شفنا حاجات جميله جدا، فن وعلم وثقافه، حاجات بتدل على حاجات كلها راقيه جدا بالنسبه لتفكير الطلاب في المراحل التعليميه المختلفه، ودي بناء على توجيهات الساده المعلمين والساده الموجهين وفكر واعي جدا ومثقف. ولما شفنا النهارده شفنا القدس، القدس موجود عليه قفل وموجود عليه علامات استفهام. انا عاوز اقول اذا كان التعبير ده يعني واصل لاولادنا الطلاب فهو ده ثقافه كبيره جدا، بانه حاسس ان القدس محاصره بكل العدد والعتاد اللي موجود في اسرائيل، ومحاصر بالقرار الاخير اللي اتخذه ترامب بنقل السفاره الاسرائيليه. لكن عاوز اقول بفضل الله ان الدول العربيه كلها والامه الاسلاميه كلها بتؤيد ان 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 القدس عربيه وستبقى عربيه، وان ما تم من اجراءات بخصوص نقل السفاره يشجب الأمة الإسلامية والأمة العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان قرار واضح إن نحن جميعا مع القدس ومع فلسطين دولة عربية ودولة إسلامية، وبإذن الله ستبقى دولة عربية ودولة إسلامية في ظل وجود قيادة حكيمة مثل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعماء العرب. مهما كان اتفقنا او اختلفنا، مهما كان اتفقنا او اختلفنا كعرب، لكن في النهاية احنا بنتحد من اجل قضية قومية وهي قضية فلسطين. قضية فلسطين تربينا عليها جميعا ونحن طلاب وابناء، ونحن نعلم ابنائنا الطلاب حب الوطن، وان فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وسنبقى دائما نقول فلسطين 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 عربية وفلسطين إسلامية. استاذة هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وكيل المديرية، حضرتك رأيك كيف المعرض؟ مبدئيا كده بنوجه الشكر لكل لجميع القائمين على معرض المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم، طبعا تحت توجيهات واشراف كامل من السيد المحترم وكيل وزارة التربية والتعليم استاذ صلاح عثمان، والسيدة الفاضلة مدير عام الخدمات استاذة وفاء عبد الله، وطبعا كل ده تحت اشراف وتحت توجيهات وتحت فكر السيد اللواء المحافظ سيد نصر محافظ كفر الشيخ الكريم. اولا انا بحيي كل القائمين على المعرض لسبب واحد بس، ان هم اتاحوا للطلبه ان هم يعبروا عن كل اللي جواهم بحريه وديمقراطيه وقوه شخصيه ظهرت جليه جدا جدا في المعروضات. الطالب بيعبر بشكل مش ما فيهوش نوع من انواع الانتهاك، ولكن بشكل رائع يعبر او ينم عن احساسه الراقي بالقضيه، وان المعلم بتاعه او المشرف بتاعه اداله فرصه واداله توجيهات ان احنا لما نحب نعبر عن ارائنا لازم نكون باحترام للطرف الاخر وفي الوقت نفسه بدون جرح للطرف الاخر. فده في حد ذاته نوع من انواع ممارسه الديمقراطيه داخل مؤسساتنا التعليميه وتنميه مهارات الجميع. شكرا لحضراتكم، شكرا تاني، وربنا يوفقكم جميعا. شكرا. الاستاذ وفاء عبد الله مدير العام التنفيذي، دايما الانشطه يعني ما شاء الله عليك يعني مشرف عليها. هي نفس النهارده فيها انشطه. اتفضلي. راي حضرتك؟
بداية يوم مشرق ويوم سعيد وجميل بحضور قيادتنا الجميلة معالي الأستاذ الفاضل الجليل الأستاذ صلاح عثمان وكيل الوزارة، الأخ الأكبر لنا كلنا، أختنا الفاضلة الغالية الأستاذ عناء شهاب وكيل المديرية، الأستاذ الجميل الواعد أستاذ منصور الزيات موجه عام المجال الصناعي والموجه الأول وكافة العاملين معهم من صغير إلى كبير. بقول لهم دايما مشرفين مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، دايما بتعلموا أولادنا كل حاجة كويسة، الصناعة هي طريق المجد. أنا سعيدة جدا إن إحنا بنفجر طاقة بنستغل طاقة أولادنا في مهارات كويسة تنفعهم في حياتهم وبتتحول لأسلوب حياة، كل واحد من هنا بيطلع ممتلك مهارات تعينه على إنه يعمل مشروع صغير، مش مستني قوة عاملة ولا مستني وظيفة من حد. أنا في النهاية بقول يا رب مصرنا الحبيبة في الوقت ده، أنا بقول دايما الجميع يستوصي بمصر خيرا، يستوصي بمصر خيرا، والسلام عليكم.